وبركاته. السلام عليكم. ده احنا مش في شعبان يا جماعه ولا داخلين على ليله النصف من شعبان، ده احنا في يعني احنا لسه ما صحناش لحد دلوقتي، عايزين نصحى رجاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني أشد حديث بيوجع قلب الواحد دلوقتي في هذه الفترة التي نحن فيها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. اوعى تيجي على النهايه وتنام، اوعى تيجي على اخر المسيره وتنام، اوعى تيجي على الشهر الرقم 12 قبل رفع الاعمال في يوم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وتنام. اوعى تيجي في الاخر انت بقالك سنه تعبان من رمضان اللي فات وانت بتجاهد عشان توصل لربنا وعشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فينا اللي عمل عمره، وفينا اللي حج، وفينا اللي حافظ على قيام الليل، وفينا اللي بقاله سنه بيحفظ قران، وفينا اللي بيجتهد او بتجتهد في كثير من الطاعات، وفينا اللي طلع 7-8 قوافل خيريه، وفينا اللي بيحافظ على تكبيره الاحرام من 40 يوم ل 40 يوم، وفينا اللي بيطلب علم، وفينا وفينا وفينا. اوعى تيجي على لحظه رفع الاعمال الى الله وتقوم نايم. اوعى. هو بالظبط انما الاعمال بالخواتيم، يعني القصه كلها في شعبان يا جماعه، هو شعبان. زي ما احد الشباب كده كان قال لي مره في جوله من الجولات وانا قاعد اكلمه عن شعبان، وازاي ان شعبان هو القنطره للرمضان، وان شعبان بالنسبه لرمضان زي السنه القبليه قبل الفرض، وانك لو ما طفتش المروحه في شعبان مش هيجي رمضان ومروحه الدنيا جواك ما هياش هاديه، وان شعبان ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيصومه كله الا قليلا، وان شعبان ده رفع الاعمال، وان شعبان ده في ليله النصف من شعبان يعرض قلبك على الله، فانت عملك بيعرض على الله في رفع الاعمال، وقلبك بيعرض على الله في ليله النصف من شعبان، فشعبان هو نموذج مصغر للعرض على الله، غير انك لا تنظر عن يمينك فلا ترى الا النار، ولا تنظر عن شمالك فلا ترى الا النار. هو بس اللوكيشن، المكان بتاع المحاسبه او العرض هو اللي مش موجود، انما عرض القلب وعرض العمل على الله يحدث في شعبان. وانا بكلمه كده فقال لي هو شعبان، فقلت سبحان الله الكلمه هي قصه كلها في شعبان يا اخواني في الله. فمش عايزين نيجي في النهايه وننام، عايزين نبقى في شعبان في غايه اليقظه، لان رفع الاعمال الى الله امتى؟ الله اعلم، الله اعلم. يا جماعه يعني انت دلوقتي حصاد سنه كامله، ليله القدر حاجه عظيمه جدا، ليله بقرن من الزمان، رمضان عظيم، اللي عاشوراء مهم، كل ده حاجات جميله، ولكن السنه من اولها لاخرها هتترفع الايام اللي جايه دي. فمتى سترفع؟ وهيرفع عملك وانت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول احب ان يرفع عملي وانا صائم. انت هيرفع عملك وانت ايه؟ ايه الحاجه اللي انت هتختم بيها السنه دي؟ ايه الحاجه اللي هيختم عليها صحيفه السنه دي؟ ايه الاعمال الصالحه اللي ربنا هيوفقك فيها وتختم فيها صحيفه العمل؟ لانك عارف انما الاعمال بالخواتيم، اول عمل انت هتنظر ليه في الصحيفه هو اخر عمل. ايه اللي انت هتقفل فيه الصحيفه بتاعتك؟ سؤال مهم جدا جدا جدا، واحنا في هذا الشهر الكريم وكل واحد مننا لازم يفكر في هذا الامر تفكير عميق جدا. يا جماعه هتختم الشهر بايه؟ صيام ماشي، قد ايه؟ هتعمل ايه؟ وامتى؟ طب قيام الليل يا دوبك تبدا من الوقت ده، اللي عايز يستعد ليله القدر يا دوبك والله يا جماعه يبدا من الليله، يا اما تثبت لك ساعه بعد العشاء، يا اما انت حر بقى ساعه اكتر اقل، يا اما قبل النوم، يا اما ان كنت انت متعود على قبل الفجر انطلق. الله يعينك، لازم تبدا من الان، لازم تبدا من هذه اللحظه. ايه اللي انت هتعمله عشان تقفل صحيفه السنه بيه؟ احب الاعمال اللي انت تحب ان يرفع عملك الى الله وانت بتعملها هي ايه؟ اعمال خيريه ولا صلاه ولا ذكر ولا استغفار ولا قراءه قران وختم قران ولا دعوه الى الله وكلام للناس عن ربنا وعن رمضان؟ ايه اللي انت عايز تختم بيه صحيفتك؟ ركز كويس جدا جدا، لان اللي انت هتعمله الايام الجايه دي هو اخطر عمل في السنه كلها، رغم ان اللي فات مواسم طاعه كتير من اول رمضان، ولكن اخطر عمل في السنه كلها هو اللي انت هتقفل به الصحيفه بتاعتك. فيا ترى
ايه اللي ربنا هينور قلبك تجاهه تجتهد وتركز فيه قوي الايام الجاية عشان تختم بيه هذه الصحيفة. قيام صيام الاعمال الصالحة كثر خير الله وطاب. شوف اللي ربنا رزقك تقدر تطلع عمرة. ايه اللي انت تقدر تقفل بيه سنتك نقطة في غاية الاهمية. يعني عايزين نصحى بقى جماعة، رمضان جاي، عايزين شوية قرارات قبل رمضان كده، عايزين خد خمس قرارات قبل رمضان عشان يجي رمضان واحنا في غاية الاستعداد للانطلاق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ من اول اللي نايم خالص خالص خالص، اللي هو يعني تعالى نعمل ريستارت، تعالى نراجع تاني من اول وجديد، من اول البداية كده نصحح المنطلق بتاعنا عشان يجي رمضان واحنا سلام. البداية خالص اول ما بتبقى نايم، تخيل ان احنا كلنا نايمين الوقت، اول حاجة بتعملها ايه؟ الانتباه، ان الوعي بتاعك يرجع لك. ممكن الوعي يرجع وانت لسه مغمض عينك، كثيرا ما تلاقي نفسك صحيت وانت مغمض عينك وخايف تبص في الساعة. احسن يكون الفجر الدن، احسن يكون الظهر الدن، احسن يكون معاد مهم راح عليك، احسن 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 تلاقي نفسك الوعي جه، الوعي بالزمان والمكان وانت فين، وانت عودة الوعي، عودة الانتباه، اليقظة مرة تانية. اخونا الله يرحمه، اخونا اسماعيل الله يرحمه، الله يغفر ليه ويرحمه، يعني لسه ميت يعني من ساعات رحمه الله، واحد معانا وبيحضر معانا وفي الله تشجع بعض معانا وفضله منة الله سبحانه وتعالى، تدخل على الصفحة بتاعته تلاقيه متصور مع يعني كثير من الدعاء بفضل الله، واخر حاجة كاتبها صلوا على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، ده اخر كلمة قالها وعامل مقطع دعوي وكان بيرتب لمقطع يتكلم فيه عن ليلة النصف من شعبان وسبحان الله العظيم، ولسه قاعد مع اصحابه يعني بالليل عشان يرتب معاهم الكلام ازاي هيتكلم عن ليلة النصف من شعبان وينام عشان يصحى لقيام الليل، يصحى على مرض مفاجئ يموت الله يرحمه، يموت في لحظة يا جماعة. هو الموت ممكن يجي في لحظة، يعني لدرجة ان الدكاترة في المستشفى شكوا، طب هو يعني ممكن يكون مات ازاي؟ ما هو شاب في السن ده ولسه في تالتة كلية ويموت كده فجأة، يعني ما هماش متخيلين ان تبقى حاجة كده عادية. انت مستيقظ ولا لا؟ انت منتبه ولا لا؟ انت ممكن تموت في لحظة، انت ممكن القصة بتاعتك كلها. واخونا الله يرحمه، اخونا رامي الله يرحمه اللي من كذا سنة مات يوم 25 شعبان الله يرحمه، انت مستيقظ انت كمان ولا لا؟ مستعد ان انت لو جالك الموت دلوقتي تموت وانت صاحي؟ عودة الوعي يا جماعة، ان الانتباه يرجع لك تاني. انت دلوقتي انت منتبه لخطورة اللحظة اللي انت فيها ولا لا؟ انت مشخص الموقف اللي انت فيه ولا لا؟ بكرة بالليل ان شاء الله ليلة النصف من شعبان، الله يطلع الى اهل الارض فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحب. يعني ايه اطلع؟ يقول لك اطلع القاضي على القضية ثم حكم بعد الاطلاع. الاطلاع ده يعني واحد هيبص ويطلع الحاجات الخفية ويطلع الاسرار ويطلع اللي بين السطور ويطلع الحاجات اللي محدش واخد باله منها. تتخيل ربنا اطلع على قلبك؟ ما هو مشرك دي حاجة جوه القلب، مشاحن دي حاجة جوه القلب، مشاحن دي هو شح المحمول ده مشحون، المحمول ده لو مشحون هو انت شايف الشحن بتاعه، الشحن ده حاجة جواه، الشحن ده واحد قاعد يتشحن تجاه الناس، يحسد ده، يبص على ده، يغير من ده، يحقد على ده، يتضايق من ده، فلان اذاني ويكتم جواه، فلان الكلمة ده بش يكتم جواه، فلان شوف بصلي زي وقعد يشحن 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 لحد ما بقى من جواه كتلة مولعة تجاه فلان او تجاه الناس. ممكن يكون فلان ده وحش فعلا، ولكن انت ايه اللي خلاك تكتم جواك بالمنظر ده؟ ما تصفيش قلبك ونفسيتك تجاه الناس بالعبادة لحد ما وصلت للدرجة دي. فانت متخيل ان الله سيطلع، يطلع ده، انت متخيل ان قلبك ده ربنا يطلع عليه؟ لو ربنا اطلع على قلبك، لا، في كل ذرة في قلبك الاطلاع، زي ما قلت لكم الحكم بعد الاطلاع، بعد الاطلاع على اوراق القضية، بعد النظر فيها كلمة كلمة وحرف حرف وحدث حدث وموقف موقف، انت قلبك ده بقى بيتحلل كده، قلبك ده بيتفصص كده، قلبك ده بقى يوم تبلى السرائر قلبك ده بيتكشف بكل تفاصيله وكل دقائقه، مفيش حاجة مستخبية، مفيش حب المخلوق كده زاد عن حب الله ومستخبي، مفيش خوف من شيء زاد على الخوف من الله ومستخبي، مفيش تعلق قلب بشيء من دون الله ومستخبي، مفيش حاجة مستخبية في سراديب قلبك او في سراديب نفسيتك. انت عايز تدور، انت عايز تعمل حفريات جوه قلبك،
عشان تدور، لأن الله سيطلع مش على صحيفتك، للطلاع على الصحيفة الله أعلم هو أنت اللي هو رفع الأعمال الله، أما للطلاع على القلب فهو ليلة النصف من شعبان. أنت متخيل أن ربنا يعني غدا ليلا، يعني على الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله أن بثلاث روايات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سيطلع على قلبك. محتاج انك انت تدرك خطورة الموقف. دي ليلة، دي ليلة واحدة من الليالي اللي جاية. ده انت لسه بقى الليلة بتاعت رفع الاعمال الى الله، دي يعني في غاية الخطورة، هي كمان والله اعلم هي امتى. ده لسه ليلة القدر اللي بقرن كامل من الزمان، قرن كامل، 8 ساعات عبادة، 8 ساعات عبادة يتحط بيهم في ميزانك قرن عبادة. طب اجيبها ازاي دي؟ ما هو دي مش تنشين، دي مش يعني، حتى في بعض الإخوة بيجي ويقول لك أنا أقعد معك طول الليل أو يجي يعتكف ويلاقي نفسه مكسل في بعض الليالي. أنت لازم تصحى من الوقت، أنت لازم تعود نفسك اليقظة من الوقت، لازم تفوق من الآن، لأن الموضوع ده أخطر من أنك أنت تيجي تستعدله لحظتها. غير رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماوات، أبواب السماوات السبعة تتفتح لكلمة يا رب منك، أبواب السماوات السبعة تتفتح لكلمة يا رب، أصعب مشاكل في الحياة اتحلت بأبسط حلول مع كلمة يا رب، التابوت البحر اللي اسمه الحوت اتحل في حياة سيدنا يونس بكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، المرض المزمن الرهيب بتاع سيدنا أيوب والفقر الرهيب لدرجة إن بعض الإسرائيليات بتقول إن زوجته بعت الضفرتين بتوعها عشان تنفق عليه بعد ما كانت تخدم في البيوت من أجل أن تنفق عليه. الكرب الرهيب من كل ناحية ده فرج بمساني الضر وأنت أرحم الراحمين. الوباء اللي كان في المدينة، الوباء القاتل اللي قتل حتى بعض أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، الوباء شوفي ورفع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الوباء من المدينة. عارف يعني تفتح أبواب السماوات السبعة؟ وإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية، وإذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، فيش باب هيبقى مقفول قدامك. المشكلة إن أبواب قلبك هي اللي تبقى مقفولة، كل اللي براك هيبقى مفتوح. المشكلة إن أنت اللي من جواك تبقى مقفول. المشكلة إن يجي رمضان وانت قلبك مقفول، وانت نفسيتك مقفولة، وانت ما انتش متعرض لفتح الله والفرج الله في رمضان. ده اول قرار لازم تاخده، قرار اليقظة زي اخونا اسماعيل. نسأل الله ان يغفر له ويرحمه، نسأل الله ان يغفر له ويرحمه، نسأل الله ان يلحقه بالصالحين، نسأل الله ان يلحقه بالصالحين وان يغفر له ويرحمه وان يتجاوز عن سيئاته وان يتقبل حسناته ويزد له فيها. نسأل الله ان يبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وان يجافي الارض عن جنبي. نسأل الله ان يكرم نزله وان يوسع مدخله. نسأل الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا اجره والا يفتنا بعده، وان يغفر الله لنا وله، وان يثبته عند السؤال، وان يلحقه بالرفيق الاعلى. نسأل الله ان يغفر له ويرحم. مستيقظ ولا منتش مستيقظ؟ الوقت اسماعيل احنا بنتقاله من قلبنا لانه كان وسطنا، ولان كتير مننا بقى معظمنا عارفينه. تدعيله من قلبك، كل ما تفتكر له موقف من المواقف الحلوه بتدعيله من قلبك. انت بقى هتلاقي ناس تدعي لك من قلبها ساعه ما تموت، هتلاقي ناس بجد بتدعي لك بصدق من قلبها، والدعاء الصادق اللي خارج من القلب باذن الله مستجاب. اول حاجه لازم نصحى يا جماعه، لازم عودة الوعي، لازم عودة الانتباه، لازم الانتباه لخطورة الفترة اللي انت فيها، سواء الليلة بتاعت بكرة او شعبان هتختم عملك بايه، او رمضان والابواب المفتحة، او ليلة القدر، او انت يعني شهر ونص طوارئ من هذه اللحظة، 45 يوم طوارئ باذن الله لحد ما نلتقي في صلاة العيد على خير باذن الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية، اول ما بيعود الانتباه بتبدأ تفتح عينيك. ابدأ شوف بقى، ابدأ انظر حولك بقى، ابدأ اصحى. من اكتر الايات اللي هزت قلب الواحد قول الله سبحانه وتعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى. عارفين يعني ايه اخواني؟ عارفين يعني اكثر اقوال المفسرين فيها يعني ايه؟ يعني في ناس تعرف بس ان اللي في الدنيا معمي عن الهداية ومعمي عن طريق ربنا، هيجي يوم القيامة اعمى ومش هيشوف
وممكن كمان كما قال بعض المفسرين يتعمى عن الجنة ولا يراها ويعمى عن مسالك أرض المحشر. وموقف رهيب بقى، يعني انت متخيل أرض المحشر وأعمى والعياذ بالله. ولكن في قول خطير، يعني قالوا كثير من المفسرين وتنوعت أقوالهم حوالين مدار هذا القول، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. الأولانية أعمى بمعنى أعمى، الثانية أعمى أي أشد عمى، أفعل تفضيل، فهو في الآخرة أشد عمى، ده معناها. ومن كان في هذه أعمى أي من عمي عن نعم الله، ومن عمي عما أعطاه الله له، ومن عمي عن آيات الله في خلق نفسه، ومن عمي عن آلاء الله في الكون، فهو في الآخرة أعمى. أي فهو حين تكلمه عن الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم القبر ويوم القيامة أشد عمى. فاهم الموضوع؟ لما تيجي تلاقي واحد كده تيجي تكلمه عن الآخرة تلاقيه ما فيش خالص، الدنيا مقفلة معاه، فيش أي استقبال خالص. هو ما عم إزاي رغم إن الآخرة رهيبة يا جماعة؟ تعرفين واحد ماشي ناحية كابل كهربا كبير كده مكشوف وانت بتصرخ فيه وبيقولك يا عم انا مش شايف حاجة، ومش شايف، انت مستغرب هو مش شايف ازاي يا عم؟ ده يوم القيامة لوحده 50,000 سنة، 18 مليون يوم، وتبص له كده تحس انك انت هتتجنن، يا رب ازاي ما هماش شايفين، ازاي ما هواش قادر. هو ده ما بص ما وقفش قدام قبر، تلاقيه واقف على جنازة صاحبه ومسك السيجارة والعقدة حوالين رقبته ومفلفل شعره وموبايله كله رنات أغاني والسواد تحت عينيه وشكله ما بيصليش أصلا، وصاحبه بيدفن قدام عينيه، ده مش شايف القبر، ده ما هوش شايف قدام عينيه، فهو في الآخرة أعمى. ما هوش شايف، ما هوش شايف يعني ايه قبر، ولا شايف القبر اللي عليه شاب وفقد الشباب، ولا شايف القبر اللي تاريخه من 70 سنة ورا، ولا شايف القبر اللي بقى خرابة ضلمة، ولا شايف، ما هوش شايف. تيجي تكلمه عن النار، تيجي تكلمه عن الجنة ونعيم الله، مفيش كلام ده، مفيش كلمة. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته الأبي موهبة ولكني اشتقت إلى لقاء ربي والجنة، فيش الشوق ده، ما هوش شايف الآخرة أصلا. ليه؟ فالآية بتفصل لك السبب، هو مش شايف الأكبر من ده. هو إيه الأكبر من ده؟ قال لك أصل الآخرة غيب لا يرى، قال لك إنما اللي ربنا عمله لك في الدنيا من آيات ونعم شهادة ترى. فكأن الآية بتقول لك إذا كانت عمى اللي شايفه بعينيه هيقدر إزاي يشوف اللي ما هو شايفه بعينيه؟ إذا كانت عمى اللي قدامه، على اللي قدامه حواليه من كل جهة، هيقدر ازاي يشوف العالم الغيبي؟ هيجيب منين؟ ومن كان في هذه أعمى، اللي اتعمى عن نعم ربنا عليه وعن اللي ربنا عملهوله وعن اللي ربنا ادهوله وعن الآيات المذهلة شاشات العرض الجبارة في السماوات والأرض، اللي اتعمى عن كل ده فهو في الآخرة أعمى. هتيجي تكلمه عن الآخرة، هتيجي تقول له إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، يبص لك كده وبعدين يعني بقول لك يا عم فتحت أبواب الجنة يعني مش فاهم برضو، ماشي كويس إن شاء الله بإذن الله. وبعدين هو مش شايف للأسف الشديد، فأنت محتاج عشان تشوف، عشان تشوف يعني ليلة القدر خير من ألف شهر، عشان تشوف يعني فتحت أبواب السماوات، إن أنت الأول تبص حواليك. هو أنت فعلا حاسس ربنا عمل لك إيه من نعم؟ هو أنت فعلا حاسة ربنا وراك إيه من آيات؟ الواحد بيبص الآيات ربنا حواليه يا جماعة يكاد إن عقله يعني عقلك يخرج من مكانه. هو إيه الجلال ده يا رب؟ يا رب ده كون أصغر من الأفلاك اللي حوالينا دي 1000 مرة كانت كفاية إن هي تخلي قلوبنا تتزلزل من عظمتك. يعني لو الكون ما كانش لحد 160 مليار سنة ضوئية، العلماء شايفينه لو كان 1,000,000 سنة ضوئية بس، أقل آلاف آلاف المرات، كان برضو العلماء ذهلوا وعقولهم تاهت من جلال ربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا الملكوت العظيم بتاعه والخلق المذهل بتاعه، لو كان ربنا ما خلقش 20 مليون نوع كائن حي على وجه الأرض، لو كان ربنا خلق بس 7,000 نوع 5,000 نوع، لو كانت قلت 1,000 المرات، كان برضو بقى الكون مذهل، وكان برضو بقت الحياة مذهلة. لو كان ربنا ما خلقش من كل لون 800,000 درجة لونية وبقت الحياة بالتنوع الألواني ده، لو كانت الدنيا ابيض واسود كان برضو تزهلنا بقدرته. هو ليه كل ده؟ ليه الإبهار الرهيب
بقدرة الله حوالينا، كل ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. كل ده، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. اللي بيبص في المرايا كده ما فيش مرة وقف قدام عينيه ولا الرموش والجفون وترتيب ربنا فيها والغدد الدمعية والقرنية والقزحية وإنسان العين والعدسات والشبكية والعصب البصري والجمجمة والرموش والحواج، اللي ما منظر زي ده ما خلاهوش فجأة يبص. هو كل حياته وأنا حلو كده ولا وحش كده، وسلام عليكم وسلام، ايه العمل ده؟ انظر حواليك، فتح شوية. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني كم مرة اجتمع عليه الموت؟ يوم ما اتولد بس 4 اسباب، كل سبب كافي انه يقتله. الجنود اللي عايزين يقتلوه بامر فرعون، ادي سبب للموت، وده مش سبب سهل، ده سبب يعني يصل نسبة احتماليته 1000%. الحاجة التانية، حرم عليه المرة ده يبقى كان ممكن يموت من المجاعة. الحاجة التالتة، اترمى في تابوت كان ممكن يموت من الاختناق. الحاجة الرابعة، التابوت مشي في المياه كان ممكن يموت من الغرق، وبعد كده وقع في ايد فرعون. ده اكتر واكتر، متخيل كل ده؟ فلما جه بقى بعد كده لما ربنا نبأه واعطاه الرسالة سبحانه وتعالى، فبيقولوا اخاف ان يقتلون. لا، افتكر بقى، افتكر انت كم مرة ربنا نجاك من الموت. افتكر وانت راضي لا تملك من امر نفسك شيء، وفي ايد فرعون وهو اللي حمك بنفسه. الوقت انت رايح لفرعون وانت مع الله وخايف، وخايف لما فرعون هيقول زاروني اقتل موسى وخايف، ربنا نجاه. هي دي القصة يا جماعة، انك انت احيانا الواحد يقعد يفتكر نعم ربنا عليه كده، يقول يا النعم دي كلها ربنا ادها للواحد ممكن من قبل الالتزام. امال بقى لما الواحد بجد يقرب من ربنا، وفي نعم كتير يعني تلاقيها ربنا ادها لك لما انت مثلا عبدت شويه او اشتغلت في الدعوه، اقول طب خلاص، طب انا ما عرفت السكه اهو، ما كل الليسته دي جت لما انا مشيت في الطريق. خلاص يا عم كمل في الطريق وفوق تاني، وانت ربنا يواصل عليك العطاء. ولقد وصلنا لهم القول، آيات متواصلة ونعم متواصلة ورسائل متواصلة من الله سبحانه وتعالى لا تتوقف. يبقى الحاجة الأولانية اليقظة، القرار الأولاني ان انت عايز تصحى، عايز الوعي، عودة الوعي، عودة الانتباه، عايز تبدأ تنزل ويندوز سليم لخطورة الفترة اللي انت فيها والعظمة اللحظة اللي انت فيها والعظمة الفرصة اللي انت فيها. قرار التاني، فتح عينيك بقى، خلاص الوعي رجع، فتح عينيك، ابدأ انتبه بقى، ابدأ اصحى بقى، ابدأ بص حواليك بقى، ابدأ هات ورقة واكتب نعم ربنا، ادخل رمضان واختم شعبان. يا بخته اللي هعمل ورقة النعم الوقت، والله يا اخواني يا بخته اللي هيبدأ الوقت يتعبد لله بعبادة الحمد. أحب العباد إلى الله، أو خير العباد، أفضل العباد عند الله الحمدون. يا بخته بقى اللي هيجيب ورقة النعم دي ويبدأ يتصالح مع ربنا كده. ورقة النعم دي تقعد تنسف سوء الظن اللي جوانا، والشبهات حول عطاءات الله اللي جوانا، والشبهات اللي حوالين كرم الله وتيسير الله اللي جوانا، وتبدأ طيب فتحت عينيا. أول حاجة بتعملها أول ما تصحى وتنتبه وتقوم فتح عينيك، أول حاجة بتمد ايدك على كبس النور وتقوم منور. عايزين الدنيا تنور شوية بقى، مش هينفعش رمضان يدخل واحنا كده. عايزين الدنيا بقى، عايزين النور يرجع، عايزين نور ربنا بقى يملأ قلوبنا ويملأ حياتنا. الله نور السماوات والأرض. كنت واقف مع الآية دي امبارح، حسيت ان الآية دي يا جماعة مهما الآية دي الواحد شرحها كم مرة وادها سلسلة مرة سلسلة كاملة في 10 ذي الحجة ووقف معها كم مرة، وكل ما تيجي ترجع لها اخي تحس انك انت بتقرأ كل كلمة لها طعم في قلبك غير التانية. الله نور السماوات والأرض، ربنا اللي ملأ نوره أركان عرشه، ربنا اللي ملأ نوره قلوب ملائكته وقلوب أنبيائه، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي وسعت رحمته كل شيء وانت فقير إليه في كل شيء. ربنا لما بتسأل ربنا برحمته ان يدي لك نوره، لما بتسأل ربنا برحمته اللي ارسل بها الرسل تقول له يا رب اسألك استغيث برحمتك التي ارسلت بها الرسل وانزلت بها الكتب ورحمت بها ملائكتك في سمائك وعبادك الصالحين في ارضك.
أسألك برحمتك التي خلقت بها الجنة وملأتها من النعيم، أسألك برحمتك التي شفيت بها الأمراض وفرجت بها الكربات وحلمت بها على العصاة ورحمت بها المؤمنين وغفرت بها للمستغفرين. أسألك برحمتك التي خلقتني بها مسلمة، أسألك بك أن تصلح لي شأني كله. الله نور السماوات اللي نور السماوات والأرض دي، اللي ما فيش ذرة نور في قلب عبد صالح إلا من نور ربنا. انت هتجيب النور منين غير من ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي نور الكون ده كله بنوره، نور الهداية، ما ينور لكش قلبك. مثل نوره، مثل نوره في قلب العبد المؤمن، يعني في قلوب كده، يعني ربنا بيوصف لك قلوب ممكن تكون موجودة وسطنا. مثل نوره كمشكاه فيها مصباح. الواحد يقعد يفكر كده وبيقرأ كلمة مشكاه فيها مصباح دي، هو أنا صدري ده مشكاه بيحفظ، ولا أنا يعني بنام على معنى واصحى الاقي المعنى رايح؟ فيها مصباح، وانا فطرتي دي مصباح؟ هو انا لسه منوره من جوه قوي؟ المصباح في زجاجه، كلمه تبهر عقلك وتبهر قلبك. هو انا الفطره اللي مصباح دي جوه قلبي زي الزجاجه كانها كوكب دري؟ انا قلبي كوكب دري، كوكب الدري غير الشمس، كوكب الدري لا يغيب ليلا ولا نهارا. هو انا قلبي كوكب دري وفطرتي مصباح منور وصدري مشكاه حافظه يوقد من شجره مباركه؟ انت عايز النور ده يتوهج؟ انت عايز تبقى من جوه منور قوي قوي قوي؟ يوقد من شجره مباركه، اللي هي القران، اللي هي كلام الله. يبقى طلع مصحفك، يبقى انت من قبل رمضان عايز تطلع مصحفك. عشان كده شعبان كان بيسمى شهر القراء في بعض الاقوال، لان حفاظ القران كانوا بيراجعوا القران في شعبان عشان رمضان يفضل طول رمضان يصلي من صدره. وفي بعض الاقوال سمي شهر القراء لكثرة قراءة السلف فيه القرآن، لان هم كانوا بيقروا فيه القرآن كتير جدا. ليه؟ ما انت اذا كان الصيام النبي عليه الصيام طول شعبان استعداد لرمضان، طب انت دلوقتي رمضان ده اساسا شهر القرآن، يعني الصيام بالنهار بس، القرآن ليل نهار في رمضان ليل نهار. يبقى انت محتاج تستعد بالقرآن قد ايه، ومحتاج تقبل على تلاوة القرآن قد ايه، محتاج تجيب لك ختمتين في نهاية شعبان، محتاج تلين كده، تلين قلبك. يوقد من شجرة مباركة. انت كل، والله يا اخواني يعني الواحد لاحظ ملاحظة غريبة، يعني يعني وانا مش فاهم تفسيرها، بس لاحظتها في حياتي بوضوح جدا. اليوم اللي الواحد بيقرأ فيه يعني ورد القرآن في اول اليوم، اللي بتبدأ يومك بورد القرآن، ربنا يفتح عليك بجزء ايا ما كان بقى. يعني احيانا ممكن تلاقي نفسك مثلا في بعض الايام جزئين ثلاث ايا ما كان، هو قد ايه مش القضية، انما قريت شوية قرآن حلوين كده. الاحظ ان طول اليوم لسان الواحد منطلق في الدعوة الى الله. ابقى في اي موقف مش عارف اقول ايه، الاقي لسان الواحد منطلق. والله العظيم انا في هذه الايام انا وانا بتكلم ببقى مستغرب، هو انا جايب الكلام ده ازاي؟ هو انا ما بجمع، ما عنديش وقت اجمع الافكار في ذهني اصلا عشان اشوف انا بقول ايه. ولكن لاحظتها كفلق الصبح، لاحظتها مرارا وتكرارا. غير اليوم اللي انت سبحان الله ما بتقراش في القران، اللي انت بتفتحش في المصحف وتقرا وترتل 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 من ايات الله. ايه السبب؟ كان القران ده بيفتح لك قلبك، انت مش حاسس. انت زي ما ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام سنقرئك فلا تنسى، مالكش دعوه بقلبك، ما تقعدش تفكر بقى هو انا قلبي استفاد من الصلاه، هو انا قلبي خاشع من القران اللي قريته، مالكش دعوه بقلبك، فكرش في قلبك ولا في حفظ صدرك للمعاني، مالكش دعوه. انشغل انت بس انك انت تعبده صح، هو هيبارك لك في قلبك وهيبارك لك في صدرك وهيبارك لك في بصيرتك، مالكش دعوه. القران ده بيعمل جواك تغييرات انت لا تحس بيها، ولكن بيأثر فيك تأثير رهيب، وانت متقالك انك انت ما تأثرتش عادي، ده انا قريت مثلا جزء اتنين تلاتة وما كنتش حاسس قوي وانا بقرأ. انت لا تتخيل القرآن اللي انت قرأته ده عمل فيك ايه جواك. يوقد من شجرة مباركة. ولع المصباح، خلي القرآن ينور لك حياتك، خلي القرآن يغذي ويبقى الوقود بتاع قلبك عشان رمضان يجي. وانت ما ينفعش يا جماعه انك انت تبنى عماره وما تنورهاش، هتسكن فيها ازاي؟ انت هتعيش في رمضان ازاي من غير نور على نور؟ فده تالت قرار لازم تاخده، انك انت تبدا من الوقت في الاتصال الوثيق بكتاب الله، في كثره الترتيل لايات الله. القرار الرابع طبيعي جدا،
انك انت اول ما الواير جالك، اول ما انتبهت فتحت عينك تكيت على كبس النور الدنيا نورت، اول حاجة بتعملها ايه؟ وسبح بحمد ربك حين تقوم. يعني ايه سبح بحمد ربك حين تقوم؟ سبح بحمد ربك اي صلي حين تقوم، على قول من اقوال المفسرين سبح بحمد ربك حين تقوم، يعني اول ما تقوم قوم صلي بقى، سواء حين تقوم من الليل ولا حين تقوم من النهار، ولا قالوا البعض حتى حين تقوم من المجلس مع اصحابك صلي بقى واجري على عبادة ربنا وسبح بحمد ربك حين تقوم. صلي بقى العبادة بقى يا جماعة، عايزين نلين مفاصلنا في العبادة في شعبان. ما هو انت الوقت انت عايز تاخد 5 قرارات قبل رمضان، 5 قرارات. قرار الاولاني ان انت من جواك تبقى فاهم منتبه واعي بخطورة الفترة والمرحلة، بس مش وعي مجرد يجيب خوف وقلق وتوتر وخلاص ان الوقت يعدي من غير ما يبقى عندك خط سير. بعد كده انظر حولك، اتصالح مع ربنا بقى، اتصال من كان في هذه اعمى، لا نورها بقى، خليك شايف بقى، خليك اعمل ورقة نعم وابدأ، ابدأ كده صالح قلبك على الله. يعني سبحان الله العظيم يا اخواني، الفترات الواحد ممكن يقعد فيها كده لا تجد احسن من اسماء الله الحسنى، واحد يقعد يفكر كده هو ايه الفرق بين اسم الله العظيم واسم الله العزيز واسم الله المجيد، ايه الفرق بين الكبرياء رداؤه والعظمة ازاره، ايه الفرق بين الكبرياء والعظمة، هو ايه الفرق يا ذا الملكوت والجبروت والمجد، هو ايه الفرق بين المجيد والعظيم هو ايه الفرق؟ اما تبدأ تتدبر في اسماء الله الحسنى تلاقي قلبك هيطلع من مكانه صالح مع ربنا. دايما البداية وتبتل اليه تبتيلة، دايما البداية انك انت ولن تجد حاجة تربطك بربنا قد انك انت تبص حواليك ربنا عمل لك ايه. ربنا يا اخي جربها كده، تعال ادخل بس خد بالك وركز عشان النت متاهة اللي بيدخل فيه بيتوف 7000 حاجة، ركز خليش حاجة تخطفك، اكتب كده صورة قرآن او صورة كذا مثلا مع مثلا صور طبيعية، اقعد بص كده في التدبر، بص في آلاء الله، ما تبقاش في هذه اعمى، خليك في هذه بصير. بص كده اكتب كده على جوجل مناظر الشروق والغروب، اكتب كده على جوجل مناظر قاع البحر، اكتب كده على جوجل مناظر الفلك. طبعا بقى اللي بيعرف يدور اكتر بقى ويكتب ناسا او مرصد هابل او كده هيلاقي برضو افلام في الفلك حاجات ايه نفس الموضوع كده. ابدأ بص يا اخي حاج، او الشلالات، مناظر الشلالات مثلا الطبيعية، حاجات رهيبة، مع فيلم مع صورة مع صورة مع صورة، تلاقي قلبك اتحرك، ما تبقاش في هذه اعمى. بص حواليك، بص على الايات وبص على النعم. ما هم قالوا ايه اعمى عن ايه؟ عن الايات والنعم، النعم اللي ربنا ادالك والايات اللي في جسمك وفي الكون. القرار الثالث بعد انظر حولك، القرار الثالث اتك على كبس النور بقى، عودة النور، الله نور السماوات والارض، ازاي؟ يوقد من شجرة مباركة. ربنا يقول لك اهو يا عم انت نورت المصباح ده، ربنا جاب لك قلوب تذهل من شدة النور اللي فيها، جاب لك قلوب الفطرة بتاعتها مصباح بيحول الليل صباح، والصدر بتاعها مش كحافظة للمعاني الإيمانية لا تتسرب بعد أن دخلت، ما تسخنش وتبرد بعد ساعتين يعني، وجاب لك قلوب القلب نفسه زجاج كوكب دري. طب أنا يا رب عايز كده، أنت عايز تبقى أنت قلبك كده أنت كمان؟ آه رب، السر يوقد من شجرة مباركة، اهو زيتونة لا شرقية ولا غربية. السر في اتصال هذه القلوب بالقرآن، اللي نورها بالمنظر ده هو القرآن. يبقى انت في شعبان عايز تتصل بالقرآن عشان في رمضان تنطلق، عشان طب انا مش حاسس، ما اقرأ بس وانت مش حاسس، طب انا في اقرأ بس وكمل، اقرأ يا عم زي ما قال العلماء 99% من آيات القرآن لا يحتاج الى تفسير اصلا، المشكلة ان انت بس دماغك مش مع القرآن وقلبك مش مع القرآن. والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ابدأ بقى اتعب مع مصحفك. طب القرار الرابع قلنا اول حاجة وسبح بحمد ربك حين تقوم، قوم صلي بقى العبادة بقى، العبادة ربنا نورها لك بقى، ذكر الله والاتصال بالله والمصالحة مع الله رجعت، الوعي رجع، القرآن بقى في حياتك، العبادة بقى اشتغل بقى. ولا تخدمنك في الدجى أركاني لأن اشتبتني من رضاك معونة،
حتى تقوي بأيديها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأكتمن على البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، أنت قم بقى ادعي ربنا بقى، قم وعبد ربنا. حد منكم يا جماعة جربت تناجي ربنا؟ جربت تسجد وتكلم ربنا؟ جربت تجأر بقلبك على اللي جوه قلبك لربنا وانت واقف بين ايديه وانت بتصلي بين ايديه؟ جربت انك تكلمه وتتملقه وتثني عليه وتعدد اسماء الحسنى اسم ورا اسم وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وانت بتكلم ربنا؟ جربت انك تتعب في العبادة شوية؟ اتعب في العبادة شوية، هتجني مكاسب جبارة في رمضان ومن قبل رمضان. والله اتعب في العبادة شوية. العبادة سر انهمار الفتوحات. الحرف، الكلمة اللي كلنا بنتأثر فيها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. كلما صيغة استمرار، كل ما يدخل عليها في مكان العبادة، المحراب الذي تحارب نفسها فيه بعبادة الله، دي حرب، العبادة دي حرب مع نفسك وشهواتك، وجد عندها رزقة. بعض المفسرين، ما هو ربنا قال يا مريم أن لك هذا، ده ايه ده؟ قالت هو ايه هذا وايه هو وايه رزقة، رزقة نكرة مش عارفين هي ايه، وهذا طب هي ايه مش شايفين، احنا مش شايفين، هو من عندي لا ايه هو ده. فبعض المفسرين يقول لك رزق الصيف الشتاء الفاكهة، البعض يقول لك علم عن الله، تقول له كلام عن ربنا يبهر سيدنا زكريا النبي نفسه، انت جبت المعلومات دي منين وجبت انوار الفهم عن الله ده منين؟ وكل حاجة بقى يا جماعة، كل حاجة ربنا هيفتح عليك. العبادة سر انهمار العطاءات من الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول واصطبر لعبادته، اصطبر، خد العبادة دي قضية جهاد، قضية جهاد. العبادة سبب لتفريج الكروبات. اكتر الايات اللي بتأثر فينا كلنا لما بنكون في زنقة، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ربنا قال لولا دي كان فضل، كان بقى بطن الحوت تابوت ظل فيه يونس محبوس الى يوم القيامة. لولا ايه؟ لولا انه كان من المسبحين. على حسب الاختلاف، كل اقوال المفسرين بتدور على انه برضو العبادة. ناس تقول لك كان من المصلين قبل الازمة، ناس تقول لك كان من المصلين الثلاث ايام في بطن الحوت بعد الازمة، ناس تقول لك كان كثير التسبيح لله قبل الازمة، ناس تقول لك كثرة التسبيح والتوبة الى الله بعد الازمة. كلها مدارها على العبادة. تعرف الى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، كلمة جبارة للي يفهم معناها. اول ما تيجي ازمة يا رب. طب انت بقى لو انت عايز بقى يعرفك في الشدة، عايز يقف معك في الشدة، تعرف الى الله في الرخاء وانت ما عندكش ازمة ولا عندك مرض ولا عندك مشكلة ولا عندك ازمة اقتصادية ولا 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 عندك امتحان فانت محبوب ليه. اكتر عبادة ربنا يحبها من العبد، العبادة اللي العبد مش مزنوق ما جاش لربنا فيها، وربنا بيحب العبادة برضو من اللي مبتلى يجيب المضطر اذا دعا. بس اكتر عبادة ربنا يحبها ولا ينساها لك، العبادة اللي انت رايح له حبا وتعظيما ورغبا ورهبا. تعرف الى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. كل ده رصيد، كل عبادة بتعبد ربنا فيها رصيد ليك ساعة ما بيحصل لك أزمة من الأزمات، رصيد لك عند الله سبحانه وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين. ما تحاول تطبق الآية دي في نهاية شعبان في هذه الأيام. العبادة سر المدد والقوة من الله. قال الله عز وجل، أجمل آيات القرآن آيات العابدين، قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا. عايز ربنا يفضلك عن غيرك؟ عايز ربنا يديك من فضله؟ يا جبال أوبي معه، وفي قراءة عشرية يا جبال أوبي معه، أوبي أي عودي، أي كلما سبح رددي ورجعي، فإذا صمت فاصمتي. كل ما هتعبده هتلاقي الفتوحات جت، هتوقف هتقف زي ابن القيم كده ما بيقول كلما شرعت في ذكر الله بنت لك الملائكة قصورك في الجنة، فإذا توقفت توقفت. أو بالظبط كده، يا جبال أوبي معه، كل ما يشتغل وريه آياتي، وريه تسخيري ليكي انك تسبحي معاه، وريه جلالي في تسبيح الجبال والطير، وريه ملكوتي وهيمنتي على كل ذرة في الكون. وقف، اقفش، هي دي، ده قانون،
قانون ربنا. ليس بينك وبين الله نسب، ليس بينها جباله. ربنا بيربي العبد ان كل ما تشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى في الذكر والعبادة، كل ما العبادة بتبقى اسهل، كل ما بتبقى عند ربنا اغلى. اسهل عبادة الذكر، وانت قاعد مكانك كده اهو، هاتلك الف ذكر وانت قاعد، ودي اغلى عبادة عند ربنا. طيب اسهل ذكر لا اله الا الله، اللي هو اصلا انا ممكن اقعد كده اقول لا اله الا الله الف مرة وما حدش يشوف شفتي اتحركت اصلا، وهو اعلى ذكر. فانت متخيل ان كل ما انت بترتقي بالايمان بتفهم ان الطريق لربنا اسهل. كل ما عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى من الطريق. هو اللي اصعب لا اله الا الله ولا اماطة الاذى؟ اماطة الاذى اصعب. طب الاعلى لا اله الا الله ولا اماطة الاذى؟ لا اله الا الله اعلى. يعني الاعلى هو الاسهل، الاعلى هو الاسهل. يعني انت كل ما بتعلى كل ما ربنا بيسهل لك الطريق، وكل ما ربنا بينور لك الطريق، وكل ما بتعرف اسهل السبل لرضا الله سبحانه وتعالى عز وجل. فالعبادة سر المدد. يا جبال اوبي مع اوبي رجعي، يسبح سمعيه، سبحي معاه. طب هو ربنا بيسمعه تسبح؟ الجبال كده كده بتسبح، والطيور كده كده بتسبح، ربنا بيسمعه صوت تسبح. اللي انت على جلسة الضحى، ربنا يسمعك صوت تسبح عمود المسجد ليه؟ عواميد المسجد، عشان يثبتك، عشان ربنا بيحب العبادة. فلما العبد بيعمل حاجة عظيمة بينه وبين الله، الله يحب ان العبد يثبت على هذه العظائم، فربنا يوري له آيات فيها عشان يثبت، عشان يكمل كده، عشان يفضل كده. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذو القوة العظيمة إنه أواب، إنه أواب. رجع إلى الله بالعبادة. إنا سخرنا الجبال معه، سخرنا الجبال، كلمة رهيبة، معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الله سبحانه وتعالى يعطي عطاءات عظيمة لأهل العبادة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا المفروض بقى أن الأرض يرثها اللي احنا جربنا كل حاجة. الطار الإسلامي بقاله 90 سنة جرب، بقاله 90 سنة، بقاله حوالي 100 سنة جرب كل وسائل التغيير، جرب كل وسائل التغيير. عايزين اخوانا في حاجة ربنا قال دي لو ما اتعملتش الاول ما فيش وسيلة تجيب نتيجة. دي الاول، ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ورث هي الحاجات دي، ده الحاجات دي يرثها بسهولة كده عبادي الصالحون. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ان في هذا، اي في هذا القرآن، لبلاغا اي وصول لكل اهدافك. بس عشان القرآن يجيب نتيجة لازم لقوم ايه؟ لقوم عابدين. انا لو نزلت خرائط جوجل على الموبايل وقعدت يعني انا مثلا راح اسكندرية اكتب اسكندرية، طب انا لو مش متصل بالنت جوجل هيشتغل؟ مش هيشتغل. يبقى لازم تكون متصل، لازم يكون في اتصال. او بالظبط كده، ان في هذا لبلاغا، القرآن خريطة الطريق هيوصلك، بس مين اللي هيشوف القرآن؟ لقوم عابدين، هي منورة عنده. فيبقى نور على نور، نور العبادة والقلب المنور على نور القرآن، تبقى نور على نور. سبحان الله، كنت مسافر امبارح ومسافر في الطريق عمري ما مشيت فيه، عمري ما سقت فيه. والطريق بقى يعني ايه الخريطة طبعا بقى جايبالي، طبعا انا ماسك الخريطة كده وايد الدريكسيون وايد الخريطة كده فطبعا كل شوية 2 كيلو 8 من 10 وبعد كده يبقى في سكة تانية 7 كيلو يبقى في سكة تانية زي. فانا ماسك البتاع كده، فزوجت بتقول هات الموبايل، اول مرة اخد بالي ان انا ماسك فيه متبت فيه مكلبشه، يعني مش ماسكه كده. ذكرت ساعتها والله يا اخواني قول الله، والذين قلبي اتقهر على قول الله، والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة. يمسكون، اول مرة احس يعني يمسكون دي، اول مرة احس بمعنى التشبث. قلت سبحان الله، الصح ان القرآن ده جوجل ده خريطة الطريق في طرق الطرق المواصلات، القرآن ده خريطة الطريق مصيرك. المفروض ان انت كل عند مفرق وعند كل محطة انت بتبص في القرآن تشوف الطريق الصح ايه والاختيار الصح ايه والقرار الصح ايه. قلت الصح ان احنا نكلبش في القرآن كده اهو، لان من غيره نضيع،
زي ما بالظبط كده خريطة جوجل دي انت بس تغفل عنها نص دقيقة ممكن تلاقي نفسك دخلت على سكة تانية خالص. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يبقى أول حاجة يا إخواني عودة الوعي والانتباه واليقظة. إزاي إنك تعرف خطورة المرحلة؟ اسمع دروس عن رمضان، اسمع من الوقت دروس عن شعبان ورمضان. طيب فرضا، معلش بلاش المروحة دي. طيب فرضا انك انت عندك امتحانات طالب وعندك امتحانات دلوقتي، اسمع مقاطع، مقاطع كتير. مفيش درس الوقت ما بيتحولش المقاطع، او يعني بيستخلص منه حاجات وتبقى مقطع. اسمع مقاطع. الخطوة التانية او القرار التاني في القرارات الخمسة قبل رمضان، المصالحة مع الله. انظر حولك، ابدأ استبصر بآيات الله ونعمه. أقل حاجة تعملها في نظرنا اعمل ورقة النعم، اتعب فيها شوية. يعني كلنا ما كنا بنعمل ورقة النعم زمان، كنت في الأول بتتعب عشان تقعد تكتشف بقى النعم. شوية سبحان الله، واحدة واحدة كده ربنا بيفتح عليك. في خلال كذا سنة بتلاقي الورقة دي بقت بالنسبة لك حاجة كبيرة، وبالنسبة لك حاجة قيمة في حياتك، تراث قيم في حياتك. وبالنسبة لآيات ربنا شوية مقاطع تدبر، شوية صور تدبر يا عم من على جوجل لمفردات الكون. اكتب اسماء الشروق الغروب الشلالات البحر قاع البحر اي حاجة هتلاقي حاجات. اقعد سبح، بص وسبح، انظر وسبح. الخطوة الثالثة بعد انظر حولك او المصالحة مع الله سبحانه وتعالى او القضاء على ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى. الخطوة الثالثة العودة الانارة بقى. الخطوة الثالثة الله نور السماوات والأرض. أجيب القلب المنور ده منين؟ يوقد من شجرة مباركة. طب أنا الوقتي يعني لو أنا طالب مش قادر إن أنا أجيب ختمتين الوقت في شعبان، وعلى فكرة يا جماعة ختمة في أسبوع دي مش حاجة كبيرة، يعني أنتوا يعني خد بالك ختمة في أسبوع دي عايزة ساعة كل يوم بعد الفجر. ليه؟ لأن الجزء بيتني لو أنت من نوع المجري هتقرا الجزء في حوالي تلت ساعة، لو انت من نوع بقى المتدبر المتأني الجزء ياخد نص ساعة. تلت اجزاء في اليوم يعني من ساعة لساعة ونص، وتختم في خلال يعني 8-9 ايام، او هتشد يوم وتقوم خاتم. فالموضوع مش زي ما انتوا فاكرين يا جماعة، ختم في اسبوع يا نهار ابيض. ليه؟ عمل ايه؟ قرا كل يوم ساعة ونص ولا حاجة قرآن بس. فانت طب انا مش قادر، خلاص يا عم اما تخلص مذاكرتك افتح مصحفك كده وشد لك شويه اللي ربنا يفتح بيه عليك بقى، ربعين حزب جزء اللي ربنا يفتح بيه عليك. الخطوه الرابعه خطوه العباده. ابدا مرن مفاصل العباده. ابدا انت لما تكون مسافر سفر طويل بتكشف على كل اجزاء العربيه، ابدا بقى لين جميع المفاصل كده. ابدا اعبد ربنا بالصيام، واعبد ربنا بالقيام، واعبد ربنا يا دوبك تستعد ليله القدر يا دوبك. غير انك انت هو كل واحد استعد ليله النصف من شعبان الفوز بيها هو نفس طريق الفوز برفع الاعمال الى الله وانت مقبول باذن الله، هو نفس طريق الفوز برمضان، هو نفس طريق الفوز بليله القدر. انك انت تجاهد نفسك في العباده، تجاهد نفسك عشان ربنا يفتح. فخرج على قومه على من فوق. العلو ده كله جابه منين؟ من المحراب، من المحراب، من العباده بالمجاهده. ربنا سبحانه وتعالى رفعه على الدنيا كلها. فخرج على قومه من المحراب. كلما ازددت عبادة لله كلما رضي الله عنك. القرار الخامس، القرار الخامس بقى الانطلاق بقى يا جماعة. الانطلاق، الانطلاق ده ممكن يكون في الدعوة، الانطلاق ده ممكن يكون في العلم، الانطلاق ده ممكن يكون في الأعمال الخيرية، الانطلاق ده ممكن يكون في انك انت هتشتغل على أسرتك. ناس كتير جدا في رمضان، ناس كتير جدا مشغولة عن أسرها بره رمضان. في رمضان بقى ما تيجي بقى تلم أسرتك بقى وتبدأ بقى تقعد معاهم بجو حب كده، مش بتفطر بروتينية بقى كأنك انت بتفطر وعايز تجري. تبدأ بقى تلم ولادك وتبدأ بقى تلم أسرتك وتبدأ بقى دي قمة المواسم التعبدية. هي قمة المواسم الاجتماعية اللي انت تقدر توصل الدين لأسرتك فيها، انك انت تفكر في اللي حواليك. الانطلاق بقى قول الله سبحانه وتعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. سبحان الله العظيم. يعني طلب مني بعض إخواني في شبكة الطريق لله إن أنا يعني أشاركهم في الكلام في هذا المعنى.
والآية دي الواحد في صدره حاجات كتير عنها من زمان، ولكن سبحان الله يا إخواني كأني أول مرة أقف قدامها كده. مهاجر إلى ربي. زمان كان أكتر حاجة بتشدني في الآية دي إنه ما قالش سأهاجر. مهاجر دي مفاعل، مهاجر دي أنا خلاص أنا هكتب في البطاقة الشخصية بتاعتي مهاجر. أنا ده بقى وصف حياتي، أنا دي بقى سياسة حياتي، مهاجر مش مفارق. يعني الهجر ده أنا بترك الدنيا وأنا ما عنديش مشاعر ناحيتها، أنا مش بسيب بجسمي ولكن قلبي لسه بيتمنى المعصية، وقلبي لسه بيشتهيها لما يشوف حد بيعصي ربنا قدامي. أنا بسيب بقلبي زي ما بسيب بجسمي، أنا بدور على ديني، إني مهاجر إلى ربي. أنا بدور على ديني، بتعب بهاجر بجسمي، يعني بقلبي برفضها وبجسمي بدور عليه، ما بستناش إن الدين يجي لحد عندي، بدور لأن ده دين أنا وأنا اللي هتحاسب عليه. بدور على ديني في كل مكان، بدور على ديني على النت، في أي بيئة إيمان، في أي تحفظ قرآن، في أي مقطع إيماني، بدور على ديني، بدور على ديني في أي موقع تدبر في خلق الله أو أفلام طبيعية، حتى لو على يعني موقع زي بدور على ديني في أي صاحب صالح، بدور على ديني في أي حد يشد من أزري. عشان كده ربنا قال قبلها فآمن له، والله أعلم بمراده، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. يعني لوط في الوقت ده كان يعني بالنسبة لسيدنا إبراهيم لسه صغير، يعني سيدنا لوط قيل أنه قريب سيدنا إبراهيم، يعني فآمن له لوط واحد. وكمان سيدنا إبراهيم ده هو الشيخ بتاع لوط، عشان كده حتى مش فآمن به، فآمن له. آمن له حملت معنيين، إنه صدقه وإنه انقاد لي. لما الطالب بينقاد للمربي مش بس يسمع ويروح، بينفذ كلامه. الطالب بعد كده بيبقى زي المربي، بيبقى زيه، بيترقى أعظم الترقي. فحرف له هنا حرف عظيم، فآمن له لوط. لما سيدنا إبراهيم لقى بقى في جنب لوط قال إني مهاجر إلى ربي، خد قرارات جبارة، في قرارات عالية جدا مش هتقدر تاخدها وانت لوحدك. ما تستقلش بإخوانك اللي حواليك، ما تستقلش بأي صاحب صالح ربنا يرزقك به. أي صاحب صالح ممكن يجرأك على قرارات عمرك ما كنت تتخيل انك تقدر تاخدها وانت لوحدك. وقال إني مهاجر إلى ربي. إلى ربي دي كلمة مليانة شوق، ربي اللي كل نعمة في حياتي منه، وإلى ربي كلمة فيها أمن، اللي لا يمكن يضيعني، لا يمكن هأقبل عليه ويسيبني، لا يمكن هأقبل عليه ويضيعني. كثير من الناس يعني ترك الدين. فاكر واحد من أصحابي وإحنا طلبة في الكلية وكان ملتزم جدا جدا، وبعد كده فجأة جيت لقيته حلق لحيته وساب الطريق تماما بقى. فبقول له في إيه؟ قال لي مش قادر أسيب الدنيا. هي دي الكلمة اللي قالها لي بالظبط، كنا في سنة تالتة طب وقتها. قال لي مش قادر أسيب الدنيا. أما أجي أحسب الوقت كل بقى النوعية دي، اللي مش قادر يسيب الدنيا واللي يعني ما هو ما حدش ساب الدنيا يعني لا احنا سبناها ولا هم سابوها. ما انت الدنيا اللي هيجي يكسرها ولا يكسر معاها، يعني انت اصلا في حاجات في الدنيا ضرورية، انت محتاج تتجوز، محتاج تشتغل، محتاج تشوف مهنتك، محتاج يعني دي حاجات كله بيعملها اصلا، بس الفرق ان ده بيعملها عشان الدنيا والعياذ بالله، وده بيعملها عشان ربنا وعشان يتقوى بها على طاعة ربنا. والفرق ان اوقات الفضل اللي عنده ده بينامها او يعصي ربنا فيها بالمعصية الحرام، ودي اوقات الفضل اللي عنده بيجرى على ربنا فيها وبيهاجر الى ربه فيها. اما اجي اشوف اللي قالك انا ما اقدرش اسيب الدنيا ده، وتيجي تشوف بقى اخوانك اللي اختاروا الدعوة الى الله في نفس الدفعة بتاعتنا، الفرق بين دول ودول ايه الوقتي؟ والله يا اخواني ما فيش حاجة. اهل الدنيا خدوها، ربنا مش هيديك اللي احسن منها في طريقه، وربنا مش هيصل لك غير السعادة، غير اللذة، غير الاتصال بالله، غير انك حاسس ان ليك ركن شديد مسنود عليه ومعتمد عليه في حياتك. من اصعب الكلمات اللي سمعتها يعني كان حد ملحد بيقول كفاية ان انا بصحى من النوم حاسس مفيش حد بيرتب لي حاجة، يعني بيتكلم على ان قرار الحد قرار صائغ، يعني لازم جنون بغير جنون العمى عن ايات ربنا المذهله. جنون الايمان ده راحه، انك انت نايم وانت موقن ان في اللي بيرتب، انك قاعد دلوقتي وموقن ان في اللي من فوق سبع سماوات بيرتب لك مستقبلك بكل ركعه هتعبده فيها، وبكل مره هتفتح له المصحف فيها، وبكل مره قلبك هيثني عليه قبل لسانك فيها، انك انت مصدق دي، انك انت وقال اني مهاجر
إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لما عمل كده، لما أقبل على الله بقلبه وجسده، لما دور على دينه، لما ما ارتبطش بأي حد يبعده عن ربنا، ولا ارتبط بأي مكان يبعده عن ربنا، كان اتصاله بالله أقوى من أي صحبة سوء أو أقوى من أي روابط مشاعرية مع أهل دنيا مش عايزين يوصلوا لربنا. لما صحبته كلها بقت في الله، وأرضه كلها بقت الأرض اللي بيقدر يعبد فيها الله، ربنا قال له إيه؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب. أدي الدنيا هو ربنا اداله الرجال الأشداء اللي بقوا أنبياء، اللي لدرجة حفيده كمان يعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. مفيش عزة ورفعة بعد كده. وآتينا جعلنا في ذريته الملك النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا. ده كمان مع الدين، مع أن ربنا خلى ذريته هم الأنبياء ورفعوا، في كمان ربنا اداله الدنيا وآتيناه أجره، أجر صلاته وصيامه وذكره وقيامه وصبره. يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخت اللي هيصبر مع ربنا، وآتيناه أجره في الدنيا. عشان كده سيدنا إبراهيم كان بيقول اعبدوه، وإيه سورة العنكبوت، واشكروا له. ما انت لما هتعبده هيغمرك برحماته، فهتشكره على الرحمات اللي ادهالك. وآتيناه أجره في الدنيا. في أوضح من كده في القرآن؟ في حاجة أوضح من كده عشان تعرف عطاء الله لأهل الطاعة؟ وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يصلح لجوار الله في الفردوس الأعلى والنظر لوجه الله غدوا وعشيا. سبحان الله رب العرش العظيم، خد دين ودنيا وأخرة، خد كل حاجة. المفروض اللي بيهاجر ويهجر ويا عم تقنوا نفسك، ما هو هاجر ده المكان ده بيعصي ربنا فيه مش هستمتع بيه، والصاحب ده بيعصي ربنا مش هاخده صاحبي، هدعوه بس مش هاخده صاحبي بقى وانتيمي يا عم خنقت نفسك. يا عم انا ربنا يديني كل حاجة وهيعوضني عن كل حاجة سبحانه وتعالى. الانطلاق الى الله، خمس حاجات اتمنى ان كل واحد منكم يجاهد في الله انه يطبقهم قبل رمضان، وانه يجتهد فيهم اعظم الاجتهاد قبل رمضان، وانه يحاول باذن الله سبحانه وتعالى ان هو يدقهم ويحاول انه يحققهم في حياته. نقدر نسميهم القرارات الخمسة قبل رمضان. لو قدرت قبل رمضان تدخل رمضان وانت فاهم خطورة الوضع وسامع وعارف وعندك علم كويس بخطورة هذه المرحلة وسامع فيها وقارئ فيها، لو قدرت انك تدخل رمضان وانت بتصالح مع ربنا وقلبك صافي يا لبن، صافي يا لبن، قلبك صافي تجاه الله، قلبك طيب تجاه الله الطيب سبحانه وتعالى، قلبك كده حاسس بآياته ونعمه اللي هي الخلاصة يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ينور قلبك بالإحساس بآيات الله ونعم الله. لو قدرت قبل رمضان انك انت تتصل بالقرآن اتصال ينور قلبك، وتقرأ قرآن كتير وتتمرس في تلاوة القرآن، لو وتتصل بالقرآن قدر ما تستطيع. القرار الرابع لو قدرت قبل رمضان انك تجتهد في العبادة، تحقق في حياتك الصيام والقيام، الصيام والقيام، تحقق في حياتك عبادة الذكر، عبادة جلسة الضحى، تجتهد قدر ما تستطيع. طبعا لو انت طالب وقدرت ساعة في اليوم في ايام الامتحانات تدار ربنا، انت مجاهد. لو نص ساعة في اليوم، لو نص ساعة في اليوم انت مجاهد، مجاهد. انت بقى مش طالب، يعني اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم في هذه الايام، الثواب الطاعة فيها اعظم من اي حاجة واعظم من اي غنيمة دنيوية. القرار الخامس لو قدرت قبل رمضان تحقق الانطلاق، ولو انت عملت الاربعة دول يقينا هتنطلق، يقينا. ليس بعد العبادة الا الانطلاق. لما بتيجي تقعد يوم كده بينك وبين ربنا بتجاهد في الذكر في العبادة، تلاقي اصلا ربنا شرح صدرك للدعوة، وشرح صدرك لزيارة اخوانك، وشرح صدرك لانك تقف مع اخوانك، وشرح صدرك للاعمال الخيرية، وشرح صدرك لتربية ولادك، وشرح صدرك انك تمسك كتب العلم تقرا فيها. العبادة ربنا بيفتح لك بقى كل حاجة، بيفتح لك من جوه قبل ما يفتح لك من بره، بيفتح لك من جواك انت، بيخلق جواك الرغبة في الحاجة اللي فيها خير ليك واللي ربنا يريدها منك ويرضى عنك بيها، فيجي الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في شعبان ورمضان. تنسوش يا اخواني في الليل، بكرة ليلة النصف من شعبان بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هو السبت بالليل ليلة النصف من شعبان. يعني اللي عايز، انا اديت خطبة الجمعة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى كلها عن ليلة النصف من شعبان، بس
وفيها معاني مهمة للي عايز يرجع ليها ويفهم يعني بعض معاني ووجوه في فكر ليلة النصف من شعبان. يعني إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض، يعني ربنا اطلع على قلبك فيغفر لأهل الأرض جميعا. إيه الرحمة دي إلا لمشرك أو مشاحن؟ إزاي بقى أنت تبدأ بقى تصالح ثورة مصالحات لحد بكرة الفجر؟ يعني اهو لحد بكره المغرب، السبت المغرب لسه ما بدأتش، من السبت المغرب لحد الفجر الحد ان شاء الله باذن الله، اللي هو بيسموها ليله الحد اللي هي السبت بالليل، دي ليله النصف من شعبان، انك انت بقى تجتهد في المصالحات قدر ما تستطيع، ووصل قرايبك، مراتك، زوجك، ارحامك، اصحابك، اقرانك، زمايل دراستك، زمايل شغلك، انك انت تصافي جيرانك، اي حد بينك وبينه مشكله باذن الله سبحانه وتعالى، بدل ما هيش مشكله بذات الله طبعا، يعني بدل ما هيش حاجه بذات الله، بدل ما هي حاجه بسبب مشاكل مصالح دنيا، تعال على نفسك، لان مغفره الله العامه ليك، وشيل كل ذنوبك من الصحيفه قبل ما ترفع الصحيفه الى الله، تستاهل انك انت تقف مع قلبك وتقف مع علاقتك باخوانك. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اختم لنا شعبان بكل خير، اللهم ارزقنا من الاعمال الصالحه ما ترضى به عنا قبل رفع الاعمال اليك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اجعلنا من المغفور لهم في ليله النصف من شعبان، اللهم يا ربنا اغفر لاخينا اسماعيل، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم افسح له في قبره مد بصره، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، اللهم تجاوز عن سيئاته، وتقبل حسناته وزد له فيها، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، اللهم احينا على الدعوة اليك، وامتنا على الدعوة اليك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة النار ومن فتنة القبر، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أغثنا بهداك وعافيتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان، واجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا ربنا، يا مولانا، يا إلهنا، يا وكيلنا، يا ولينا، يا ربنا، ما أنزلته على عبادك الصالحين في شعبان ورمضان من فتح ونصر ونور وبركة وحفظ ومدد ورفع ومغفرة ورحمة ورزق وعافية، فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب، اللهم أطمعنا كرمك في عطائك وبرك وجودك وكرمك ورحمتك وفضلك يا ربنا، أطمعتنا أسماؤك الحسنى في عطائك وبرك، اللهم لا تحرمنا من رحمتك وفضلك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.